أهلا بكم. أعلنت الحكومة اليوم منطقة البحر الميت التنموية وجهة رئيسية للأعمال خلال افتتاح مؤتمر أعمال البحر الميت الاستثماري. وتم منح منطقة البحر الميت التنموية العلم الدولي وشهادة جذب الاستثمار العالمي لما تتمتع به من مقومات سياحية واستثمارية تمكنها من الوصول إلى العالمية وإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن لأهميته على مستوى العالم. رئيس مجلس إدارة شركة تطوير البحر الميت الدكتور حمد الكساسبي كشف أن الشركة ستعمل على تنفيذ حملة دعائية واسعة بالعالم لتسويق الفرص المتاحة في البحر الميت بالتعاون مع السفارات الأردنية خاصة في الخليج. وأضاف أن الشركة بالرغم من الظروف التي تعيشها المنطقة استطاعت جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للبحر الميت، متوقعا أن يرتفع حجم الاستثمارات من 445 مليون دينار إلى مليار دينار خلال 5 أعوام، وعدد الغرف الفندقية من 2296 غرفة إلى 7600 غرفة، وارتفاع فرص العمل من 3320 فرصة حاليا إلى 10000 فرصة. هذا المؤتمر فرصة لإطلاع رجال الأعمال الأردنيين والعرب والأجانب على الفرص الاستثمارية المتاحة والمميزة وذات المردود الإيجابي والمربح على رجال الأعمال والمستثمرين، والتي تم إعلانها كمنطقة تنموية، وما يندرج تحت هذا الإعلان من مزايا وإعفاءات يتم منحها للمستثمرين. ولهذا السبب نرى حجم استثمارات محترم في هذه المنطقة تجاوز المليار دولار، ومتوقع أن يكون بقدرتنا أن نجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المنطقة. ارتفعت أسعار الذهب عالميا 10 دولارات للأونصة بفضل مشتريات للمعدن كملاذ آمن بعد الهجمات الإرهابية على باريس، متعافيا من أقل مستوى سجله في 6 سنوات. وارتفع سعر الذهب في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع عقب التطورات العالمية على أثر الهجمات الإرهابية الأخيرة إلى 1092 دولارا للأونصة. ومحليا قال أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات تربحي علان إن سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفع بقيمة تتراوح بين 20 إلى 30 قرشا عقب الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعاره عالميا الأسبوع الماضي. وارتفع سعر غرام الذهب بعيار 21 إلى 22 دينارا و50 قرشا من 22 دينارا و30 قرشا في آخر جلسة تداولات الأسبوع الماضي. وغرام الذهب من عيار 18 ارتفع إلى 19 دينارا و60 قرشا من 19 دينارا و40 قرشا. أما عيار 24 فارتفع إلى 27 دينارا و60 قرشا من 27 دينارا و40 قرشا. أما سعر الليرة فقد ارتفع سعر الليرة الرشادي اليوم إلى 164 دينارا من 162 دينارا و50 قرشا في آخر تداولات الأسبوع الماضي، في حين ارتفع سعر الليرة الإنجليزي إلى 186 دينارا من 184 دينارا للأسبوع الماضي. شهدت أسعار النفط ارتفاعا بفعل تأثرها بالمخاوف الجيوسياسية بعد الهجمات الإرهابية على باريس، إلا أن تخمة المعروض أدى إلى تقليل مستوى هذا الارتفاع. وارتفع سعر خام برنت 34 سنتا ليصل إلى 44 دولارا و81 سنتا للبرميل، فيما ارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 36 سنتا إلى نحو 41 دولارا للبرميل. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن تلقى أسعار النفط بعض الدعم على المدى المتوسط نتيجة تصاعد التوترات، خاصة إذا تبنى المجتمع الدولي المزيد من الخطوط للحد من عمليات تهريب النفط وضرب المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. تعافى أداء بورصة عمان في ثاني جلسات التداول اليوم بعد التراجع الكبير الذي شهدته الجلسة السابقة بسبب حالة الامتثال للأسواق العربية التي شهدت تراجعا بسبب تداعيات العمليات الإرهابية وانخفاض النفط الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم بنهاية جلسة التداولات اليوم بنسبة 37% وأغلق عند مستوى 2010 نقاط، وكان حجم التداول 4,700,000 دينار ونسبة الارتفاع كانت 34%. أما على المستوى القطاعي فارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.19% وللقطاع المالي 3%، ونلاحظ انخفاض لقطاع الصناعة بنسبة 10%. أما مساهمة القطاعات في حجم التداول فقد جاءت مساهمة القطاع المالي بنسبة 69.36%، الخدمات 14.45%، وأخيرا الصناعة بنسبة 12.19%. أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الموارد للصناعة الأردنية بنسبة 25%، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 5%، الأمل للاستثمارات
الاستثمارات المالية كانت الأكثر انخفاضا 7.5%، وجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.26%. وإلى خبر آخر، بلغ حجم مشتريات شركة كهرباء الوطنية اليومية من شركة مصفات البترول حوالي 1320 طنا من الوقود الثقيل لاستخدامها في توليد الكهرباء بسعر يعادل كلفة استخدام الغاز الطبيعي. وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبد الفتاح عدراتك في تصريحات صحفية إن الكميات المشترى تستهلك من قبل محطة الحسين الحرارية، ويتم شراؤها بسعر 180 دينارا للطن الواحد. وأضاف الدراتك أن الشركة تقوم بتزويد محطات توليد الكهرباء الأخرى بحوالي 290 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وأكد أن كميات الغاز التي تصل إلى ميناء الغاز الطبيعي في العقبة كافية لسد حاجات التوليد، حيث أن عملية التزويد تتم بمعدل باخرة كل 10 أيام.